شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. 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 واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الناس اللي تسجل في الشريطة مقاطع والله شمن المحاضرة الدروس، يا الله تشي كامل له يشوش والله كذا تتركه. ما يسجل لا في الهاتف ولا في غيره إلا ما يناسب المقام ولا يشوش على الآخرين. وذلك هي دور خير، يا التحاف عليك الخيرية لعل يوقع في محظور آخر. نعم تفضل. رفع صوتك لفوق. الليلة ما زلنا نتابع مع الحديث 14 من أحاديث 40 النووية، والدرس الليلة رقمه 44. البارح عنوناه بهذا العنوان يغار الشردنا به نتيجة لبعض الأسئلة وبعض المناكب، والليلة نحاول نلتزم بالموضوع ما أمكن. معناها أنه 43، ما دون أحذفنا البارح يعود 43. إذن الرقم السري العادي. طيب، الحديث للتذكير رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحد المشهود لهم بالجنة، اللي كان شديد الأدمة وكان قصير، قامت على قدر رقاش قاعد يمطول لا على قدر طول رقاه قاعد في التراب. كان رقيق الساقين شديد الأدمة قصير، تشبه قامته أو قدر قامته قدر ما يكون عليه الإنسان وهو جالس. وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية وأنه من أهل الجنة، واشهد له شهادة في القرآن، قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. حد يبقى يقرأ القرآن بالصورة اللي ينزل بها جبريل؟ يقرأ بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني،
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، يعني متخطي درجة الصحة. وظاهرت ما هي المقصودة، ظاهرت الحديث على أن اللي ينكتر بيها رقاي الله يتمسي. وقد وجد العلماء حوالي 20 مسألة ينكتر فيها رقاي ولا يوجد الحديث. والسابق ندخل بعض الأمثلة عليك نحاول الرد على سؤال سأل عنه بعضكم قبل قليل، قال اني قلت الانتهاي على من الزنا انما يثبت بثلاثة اشياء: اقرار الشخص على نفسه حد ما اعترف انه زنا، وهذا الذي وقع في عهده صلى الله عليه وسلم، قال انه حكما الزمن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد قام حد الزنا على حد يكون الا وهو يعترف. اما رجال الشاهدين عليه مادة تكاد لا توجد، إلا اعترف على رأسه يثبت عليه لحد ما هو مجنون والله فيصفه، والله يشهد عليها أربعة شهادة تامة تفتش وتتدقق به بصورته. والله امرأة حملت من غير زواج، الراجل ما يحمل جابر فيها فرصة وماشي على طوله وعلى عرضه وحسابه عند ربي. والمرأة بما أن تحمل داخل ضيقة من الزنا، ولذلك انت مولانا لا يحذر من الزنا بدأ بها هي لأن العار فيها أكثر. قال الزانية والزاني إن يذكر السرقة سبق الراجل، لأن الراجل أكثر تلوصيص من المرأة، وإن يذكر الزنا يذكر المرأة لأنها بجمالها تجر إلى الزنا ولأن العار عليها أشد. قال والسارق والسارقة فبدأ بالراجل السارق، وإن يتكلم على الزنا قال الزانية والزاني فبدأ بزناها قبل زناه ليحذر المرأة. سورة أنزلناها وفرضناها وما الصور أهرم فيهم شيقاع منزلكم مولانا، سورة أنزلناها والصور الأخرى من منزلها لا مولانا، لكن هذا للتأكيد والتحضير. أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، وأول شي افتح فيه الكلام الزانية سبقها للراجل الزاني. سول هذا الشاب قال اني انا قلت لهم انه يثبت بهذه المسائل وانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة اللي تخرج من الزينة وفيها الرائحة وبخورها والله دهينها وتشم الناس لك الرائحة والله كذا، اعلنها لا تزال زانية زانية زانية. المرأة اللي تخرج من الزينة متعرضة تعتبر زانية لرائحتها ولما فيها من جواذب تجذب قلوب الرجال اليها. وان الحديث هون وصفها بالزنا وهي من الفسقاء ما بلا شهود وبلا اقرار. شفتوا السؤال؟ هذا سؤال نختاركم تفهموا على انه قاع ما يلطو كان ينطرح قال بعد مفيد يرفع الاشكاء. في حديث اخر قاع قال انه مثل من ما خالق رقاش قاع ما عنده قرعة من الزنا، ان الناس كاملة زانية. والحديث صحيح رواه مسلم: إن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا. وش كتبوا مولانا ما عندكم انه قد ما يصح؟ هو خارج اللي يكتب مولانا ولا يخلق، وخارج اللي يكتبه لا بد من يخلق، وخارج كتب اللي ما تخلق، وخارج كتب اللي فرصة عليها تخلق. اللي تعود كتب معناها أمرة يعني قد ما يخلق، ونعود كتبه في لغة القرآن والحديث معناها قضى وحكم لا بد من تخليق. مولانا نين يقول جل وعلا إذن يذكر مثلا كتابة كتب في قلوبهم الإيمان، هذه الكتابة تتعلق بالإيمان والإيمان مرة يسلب ومرة يبقى، والكتابة معناها قضاء إذن تعود بمعنى قضاء هذا لا بد من تخلق، ونلعود قضاء أو كتب معناها أمر. كي كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام، وما له في واحدين الله أصحاب أنفسهم ما يصوموا، ومع ذلك مولانا يقول كتب عليكم الصيام كتبها بمعنى أمر بها، فلو كان كتبها بمعنى قدرها لما وجد عاصي أبدا في ترك الصيام. فالكتابة في لغة القرآن وفي لغة الحديث
تريد بمعنى القضاء والقدر وهذا لابد أن يقع، وتريد بمعنى الأمر والتكليف، فقد يوفق العبد فيعمل وقد لا يوفق. هذه قاعدة انتبهوا لها في الزمن وفي دراسة الشريعة. إن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، وفي رواية اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما الخطى، القوطرة شعور المعصية، وفي رواية والأذنان تزنيان وزناهما السماع أو الاستماع، والقلب يشتهي ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فأطلق الحديث هنا الزنا على الجوارح، وهي ليست زنا يقام عليه الحد، وإنما هي صغائر ومقدمات للزنا الأكبر الذي يقام عليه الحد. إذن الزنا يعبر عنه بالوسائل ويعبر عنه بالحقيقة، إن يعد الله مقدمات وأسبابه، إن جال الزنا بمعنى الطرق المؤدية للزنا، وإن يعد الحقيقة يكون الزانية والزاني فاجلدوا. إذن المرأة اللي خارجة متعطرة معناها أنها تجر للناس الزنا، وقبل تطريق الزنا فأطلق عليها الزنا، ولا يراد بها الزنا الذي يجلد صاحبه أو يقتل. والله ما أفهمته. إذن الزنا يرد في الشرع له اعتبارات، وهذا من معانيه. طبعا معايا ما خارج رقاه ما قط صلات عينه، والله وذنه، والله ربما كلامه، والله زنب ايديه، والله زنب كرعيه، وزنب تخمامه يتلذل، يا غير يتلب الهقال والفرش يصدق ذلك او يكذبه. الى اعصم لنا الفرش تعود المبديات عاد ثانية، يا غير ان لحقت الحكمة النهائية توقف عن معصية مولانا، عصم الله فرجه. ولين مولانا ما يحكم الرواية ينطرس عليهم بديات الزنا فيقع في الزنا الأكبر بعد أن وقع في الزنا الأصغر. فهمتوا المعنى ولا ما فهمتوا؟ هذا من معنى والله أعلم. الزنا يثبت عند العلماء أساسا بواحدة من الارتمتين، اعتراف الشخص على نفسه اعترافا معتبرا، شهادة أربع أشخاص. والغريب ان الشريعة ما قدرت تعود كي الامور الاخرى، يلين يشهدوا راجلين عدلين على رمضان يثبت، وعند بعض العلماء قاعد يثبتوا شهادة عدل واحد، ولين يشهد في المال يعود كافي اثنين. ومولانا قال في القرآن واشهدوا ذوي عدل منكم، يغرف قضية الزنا عدلهم اربعة دوبلهم، لان الشريعة ما تختار ان يرفع ستر الله الا عمن رفع ستر الله عنه. حد ما انه عادي عدل للفاحشة علانية جهارا لا حياء له، شريعة خليه في ستر الله حتى يقدم لمحكمة يوم القيامة، الدنيا يخلى. لا اعترف على رأس، والله الشهد واربعة، والله حملت والعياذ بالله امرأة من غير نكاح. تو معايا ولا ماكم معايا؟ طيب الحديث قال ست مسائل: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. بعض العلماء عدلهم أربعة، الحديث قال ثلاثة وواحدين عدلوها أربعة. قالوا منين؟ قالوا به اللي قولته التارك لدينه هاي طائفة، والمفارق للجماعة مار أخرى. قالوا لا، نمسر مانين يقول رواية وحصرها بالعدد ماذا حد يقدسي لا فهما ولا استنتاجا. قالوا الصتارق المفارق للجماعة ليش؟ قالوا هذا زيادة توضيح، كأنه يقول مجرد يترك دينه يلا تترك الأمة وتعسله، كأنه يرشد الأمة إلى أن لا تكون محضنا ولا ملالا ولا مرجعا ولا مكان لمن ارتد عن دينه، أنه مجرد تخلق الردة يلا ينتبذ ينزرق يوخر، إما يهرب هو خايف على رأسه، هذا فارقها والله تفارقه. وهذا قاع كي قد قريتكم في دروس سابقة، إن مولانا يصورنا إن الفاسق ما يقدر يعود ساكن مع أهل المؤمنين الطيبين. أردتوا ما فيكم أحدين جداد؟ الفاسق ساكن مع مادة من عباد مولانا الصالحين، هذه موبيقة، موبيقة قاع في الشريعة.
هن الفاسق ما يالله يبات معاك ولا يسكن عندك ولا يتغدى ولا يتعش. ولذلك إذا يتكلم على الفساخ قال آية تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم جاءكم فاسق والله إن أخبركم فاسق. قالوا تعبير القرآن إن جاءكم فاسق الدل على أجنبي غريب قدم على جسم غريب عليه نادانا بالإيمان الإيماني وجعل الفاسق قادما علينا منفصلا عنا لا علاقة بيننا وبينه. إن كان قبيلي قد قال يا أيها الذين آمنوا إن أخبركم فاسق فتبينوا بنبي فتبينوا، لكن عبرها بعبارة جاءكم الدالة على الانفصال والتميز. ولذلك إنتر لا يمدح الأمة من وراه، قال كرها حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إن هذه مارت أولئك هم الراشدون، مد رشيدا فضيلة عند الله ما يعود الفاسق لا تعمعه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قالوا التارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا واحدين يفهم منها الواخة ان الترك نوعان والمفارقة نوعان، ترك كامل وترك جزئي. اياك ما هو الانجليزي، بعض الناس اللي يعبروا بالعبارات ترك كلي وترك جزئي، ذا شنو يا اخوتي ذا الكلام شنو؟ خارج اللي ترك الجماعة ترك كلي معناها ما تلا بينه معاها اي حد، ما تلا قاعد كيف من اي وجه. وخارج اللي ترك بعض ما يرها يا غير ما زالت في مارة من ما يرى، انه لين يرتد والعياذ بالله. هذا ترك الأمة كلية وتركته، لأن مولانا قال اعتصموا بحبل الله وذا الحبل بالنسبة لنقطع ما ترى عندنا به علاقة. ولذلك أكثر مولانا دون الله حقار إنما مولانا إخوة، عرفنا أنه يعود ما هم من ما بين معه قرابة إلى عاد أخوت شقة. وليت تخلق التركة له ما ترى يورث الولد ما يورثه أبوه الكافر، والكافر ما يورث أبوه المسلم. لا حتى حي سيدنا تقسم يضمك الواحد لأن العلاقة انقطعت. هذا ترك كامل ترك كلي خارج الترك البعض، وهو أهل البدع، الناس اللي عندها بدع عندها اعتقادات ما هي سليمة غير ما هي كفر. هذا تركنا في البعض وبقي معنا في البعض، ماتنا مع الجماعة كما كان يا غير اللي ما انفصل بالكلية لأن في عقيدته فسادا وفيها صلاح، فهو منفصل عنا في البعض ومعنا في البعض الآخر. من يكفر بالكلية انفصل كلية، ونعود عنده ضلالات دون الكفر، هذا فارق الجماعة ولكن في شكل دون شكل. هل فهمتم هذا؟ هذا الحديث عند منين يفرفره العلماء؟ تسيل بيك البطحة ويسيل بيك جار ويسيل بيك الوادي وتبحر منين جا عنه. الحديث قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. جاءت لائحة في الحديث ان الدم دم المسلم على انه يحل بياس. حد جايك لا هي ينتهك دارك يقبل مالك ونرت واب يسمع عندك الحق الدافع، واذا اكترت دفاعا عن نفسك ما عندك مشكل، هذا حل دمه ولا هو من الخلطة اللي كنا نقول. الانسان يعدل السحر كافر ويقتل، يبيح دمه به السحر. بهاللي مولانا يتكلم على السحر تكلم عليه بشكل واضح الا في سورة واحدة سورة البقرة، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعني نعقب قال لهم هاروت وماروت اللي يعلموا الناس السحر، قال انهم عندهم قاعدة لين يجيهم تلميذي لا يقرأ عليهم السحر يعطوه النار، يقولوا له قلت لك إذا تدور تتعلم السحر عرف انه تعلمه كفر. ونعود مجرد قراية كتبته كفر يلي عدلوا قاع ويخبز به الدنيا انسخ ريحة. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، يلي دور تعلم السحر على تكفر. ولذلك ثبت في اكثر من اثر
أن من يتعاطى السحر كافر مباح الدم. وبعض منهم يجيب تفصيل في ذلك معايا. إلين تطيح طائفة من مسلمين على طائفة من مسلمين طاحت عليها وطوف قبيلة طايحة على قبيلة والله جماعة طايحة على قبيلة وهمها تدمرها. هذا ينقال البغي. طائفة بغات على الأخرى معناها طاحت عليها طغيانا وطوف ألا صح تنفس والغرور. يا الله يلوذر طائفة أخرى وقطة بيّنت معه بعض الأحيان أن هذه الأمة هذه الأمة معصومة الأمة المحمدية معصومة ومحفوظة بالدين ومحفوظ بها الدين هي محفوظة بها الدين ومقومة بها هي الدين هي مقومة بالدين ومقومة بها هي الدين. الأمة المحمدية ما تتوافق كاملة على معصية لا بد من ينطر منها ونواف جيريش واحد والله كان واحد والله مرأة وراجل. أما تصوى من أفدى جهنم في الباطل ما تصح هذا مقبوض مناش. قال مولانا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا أصلحوا هما فريقين وتطاحنوا بيناتهم. قال من قولة القرآن فأصلحوا بينهما الدل على أن لا بد من تبقى مادة ما تشارك في القتال لأنه قال فأصلحوا وهذا خطاب لطائفة غير منحازة لإحدى الطائفتين لأنهم من ينعدوا مشاركين الاثنين ما فهم مديت وخاطب أصلحوا وتموا لا يكبر ذي الطائفة اللي ما تشارك. هذا هو اللي نقول لكم أخي المكرهني في السياسة نختار نعود من ذوك اللي صالحين لا أصلحوا بينهما لأن رقاشي يعود زارق على واحدين ومع واحدين حد يزرق انزرق حد يزرق انزرق. وسبحان الله موريتانيا ان تلودت في الحسانية تلود الشي تسمي به التصوير سماته الله بالزرق الزرق ما سماته النرواية يترى تلود له بالعربية يقول لك التصوير. يا غير موريتانيا من قال لك لا مشيت نزرق حق بعد انك لا زرق توتو في الخلوات يعتبروه نوع من الزرق. الزرق لرقاه والزرق للتاغط والزرق مالي للآمال والله توما لا ما يدخلكم بكم عزة الزرق ما فيها رقاش قط الزرق ما عليه بنزرق يعني ينشع على وجهه والله على بطنه. الله يحلم احنا اياك ما فينا حد من الحملة لا الحق. قالت موريتانيا على ان الحق مر في الاذن. يا غير موريتانيا كانت زينة يقول انه مر في الاذن يا غير ما يقول انه مر في القلب يقول انه مرارته ما تتخطى الاذن ولذلك يقولوا مر في الاذن خايفين اقلع عدة توقد عنه يقول لك مر في الاذن يا غير اصبر علي لانه دواء. والحمد لله ما قالوا الحق مر في القلب وعاد مر في القلب ما يسمع حد يا غير ما خطوه اللوذن. موريتانيا كانت مصبرة راسها على الحق ولو كان مرا ولذلك خلاته على مستوى الاذنين ما قاس القلب. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. قالوا هذا ينقبل منه ان الامة ما تتساوق شور معصية شي فيه قتل الارواح شي فيه الكذب شي فيه الخداع مسألة ما ترضي الله لما لابد من يبقى من هالوقي. ولله الحمد وله المنة. وهذا يدل عليه آية أخرى من القرآن تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. سكت وما عرفت اللي وراها بكم اللي أنا ما قلت له يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و... شاء الله مريتني طيب الصورة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و... وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء. قالوا أيوة وإن توافقتم ما ذكرها مولا. لماذا القرآن اللي طار به قبل وطرح لي الصبع لا تنازعتم في شيء أيوة وإن توافقتم شل عدل يا مولانا. قالوا سكوت القرآن عن الوفاق دليل من الله على أن الأمتين اتفقت فعلى الحق لأنها معصومة لن تتفق بالباطل. ولا طرح الأصبع ما هو فإن تنازعتم أما إن اتفقتم فإن قلوبكم معصومة عن أن تجتمع على الباطل. قال فإن تنازعتم في شيء أي شيء فردوه إلى الله والرسول. قال وإن اتفقتم قالوا لن تتفقوا إلا على حق وإن اختلفتم افتحوا كتوب أحمى عليها يا الله وخير رسول كتوب وإن تتفقوا لك منة من الله أنكم لا تتفقون على باطل.
هذا من أغرب أدلة العلماء والله ما تفهمون، ما شفت ذي الأدلة اللي نوكت عنها العلماء اللي فوت المخلوق عمره يترك كتاب الله ويتدارسه مع الناس ومع ذلك ما أصبروا بها طيرها، لقاء ما ينتبه لإطراقه. قالوا لي إن يطيح طائفة على طائفة، هذا هو محل اللي دفع سوره، يطيح طائفة على طائفة وترد تقاتل معاها، عندك الحق وترد عنك، طائفة المطيوح ليها عند الحق ترد. قال مولانا أنها جي مدة تحز بيناتها، والغريب قال أصلحوا بينهما ولا قال أعدلوا بينهما. أصلحوا ما هي أعدلوا؟ الإصلاح مرة يعودوا واحدين معدلهم شحر، ومرة تعود العدالة حرام، مرة يعود العدالة حرام منع، هي العدالة مرة تعود حرام منع. تعود يمين تعدل العدالة، تعود عصاية ربك، يا ربك تعدل الله الصلح يا غير ما تعدل العدالة. كيفاش مثلا راجل إنسان متخالف هو وولو وولو وجاو القاضي، قاضي ما هو قاضي، قاضي هو خالق قاضي وخالق قاضي. شوف أنا ما نقول ابن أول هذا غير نطرح مارا، القاضي اللي يعرف شرع الله ويحكم به ذا قاضي، والآخر تسميته بالقاضي خاسر هو قاضي على الأحكام وقاضي عليه الأحكام. كانت خط الخلوات إلين يجي القاضي، يجيه راجل متفاتن متخالف هو وقوله وجلول الشاكي من بوه، وقال له السيد القاضي بويا هذا ما خلى علي بقرة ولا عنز ولا يبيع حيواني ومضيعني عام ولا وكان بقيراتي وكان حيستي وجابر منه الضرر. يقول له قلت انه منه، يقول له والدي. يعني يتحقق ويعرف انه شاكي من بوه ذيك الامور ويسمع حجته، يعيط لبوه ويسمع الحجة، يعني يتأكد على ان يبى انه لص وانه واكل شماهله وانه والمون الحق معلوله، يقبل ويورقهم عنه وخوف ويعيط اللول كله انت عايد مكسور عمر، انت جايني شاكيلي من بوك، انت هركب بقرك يعطيك الخلة، انت هركب مالك هو ابوك الخلاك، تقول انت تنازع ما في شي قاع من امور الدنيا، ابوك مال هو اللي رباك اهل وما رباك قاع تخلي ويتم يطفش فيه ويهده ويبطل الطابلة. هذا والكيف تونين تلا نسمعه عندك والله ما كيا ورك الله متكيس معاك، يعني يفضل انه هربل وخلع ورك نعيض للبوليس ونقول لهم يتموا يا خبطوك يا خبطوك يا خبطوك، يعني تبقى قلنا عايد حاقرني وكأنك مالك ترى انت مسلم والله مالك مسلم، يقول له اشهد ولا ما هي ظاهرة تشاكي من بوه تدور الاخرة تقوم علينا ويتم يبخصي بخص وينخلع ويعود اللي دور الله العافية بقى اللي ما يخل من ذا كبيره ما بتب عايد ربتك مكسور عمر يوخل من عنده يعيط اليب ان يجير بنت عايد الله للصوتون انا اثبتري اسمعه هذا ما هو عبث، انا لا اعبر هاركم بعبارة ياك عباد الله الله المستعان يتقاد فيها الشيبان والطفيل والمرية والانسان ما هم دمكي اياك يعرف به قواعد الشريعة يقد يعبد به ملاب اليوم اياك نقريه لكم طريقة خريعات عندي يا غير لا ينتفع منها لا واحد والله في يقول له تعايد الله للسلطوه انا اثبت لي يا الراجل واضح انك ظالمه ترك معدر انه لعاد ولد انه ما تري من القاع وبلا ملك انه حيوان وطشت الله اللي بقى يعدل في رقاه توها المامنات شو معنى تقبل ما يازم تستنى تشره معنى كذا ويتم يوبخ ويبين انه على باطل لعثماني عارف انك والده ولا نبقي موطيها على رقبتها قدام المحكمة نللك ونقبول الحق منك ونللك ونهين عمرك ونيت ريجيني شاكي رقاش منك انك ولم تقول لك هذا ما هو طريقة شرعية واضحة دار تشوف اللي بذلك هو راني هددته وخوته يا غربته هو الوارد يا غرب ماني قد نقول هالو لعل يركبك ولك يمشي الولد اشكم نقاع سلامه والبو ما اعرف لك اللي نقاله ويمشي يتعطاه العافية ويتفاوضلها ويصور وايتهم ويعرف الورد ان المحكمة ما فيها الطريق لحد له يوطع لابوه يا غير راه ارتد في قصه وقاله يبا انت نص يا غير ما نقالت بالفو تعرفوا يا وسام شنهم لان مولانا سالفهم قال ان الله يامر بالعدل
والإحسان، وإنت يوصي على الوالدين، قال وكذب قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، ما قال عدلا قال إحسانا. لا طبق معهم العدالة بهجري، طبق معهم العدالة تعود عاق. هون في المناسبة إذا نطيح قبيلة على قبيلة يقول أصلحوا، الإصلاح ما شرط عليه وعود العدالة، معناها طريقة نفوتكم بها نيكلكم يبرد راسه تنازل انت عن شيء ويترك ما اللي هو شيء الصلح. ولذلك إن قالك أصلحت بيناتهم معناها خليك تنازل، يا غير ما طبقت العدالة. العدالة معناها أن اللي منها تخطى حدود يرتد وينبى منه الحق له، والإصلاح معناها تتفاهموا ونزول بيناتكم من خلال، يا غير ما شرط عليا كنا ومطيها لنا. والله ما فهمتوا. ولذلك مولانا يوصي المرأة أنها تخلع من مولا خيمتها ولا يتركها وتعود مراش القالي وفضيل وعندها من العيار ولا تبقيه يتركها. قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن الصالح بينهما صلحا والصلح خير. ما قال لا جناح عليهما أن يعدلا العدالة، إنه نين يفوت ليلة ما جاه ويله، والعدالة إنه لا بد من يعدلها. يا غالي لا تنازلوا بيناتهم وتفاوضوا، قالت له شوف أنا سام حالك بتتزوج، والله سام حالك بتجي تفوت عني فترة، والله سام حالك بكذا، جابلها عبارة الصالحة بينهما ولم يقل عدلا، لأن العدل يعود تطبيق السن بالسن والعين بالعين، ما يخطى لك شو لا ينسترق لك، والصلح أبرد عبارة. والله ما فهمت الفرق بين العدل والصلح. العدل كلها تعطيه تشاشت، والصلح نتفاوض بطريقة برد الجو. قال وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. ليه قاتلوا مسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله يبضوه المدافع نخبطوهم. الله قال قاتلوا التي تبغي، هذا ما نحل دمه، لأن عاد معركة بين مسلمين له الدامر. قاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما ودارنها بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. حلوا المشكلة، لا تخلوا الناس تتفارق بينها طوائف المسلمين. إذا معناها أمثلة كثيرة جدا لا يتسع لها المقام، يجوز فيها دم المسلم. كيف يتركم الانتهائي المحارب الثاني يقطع الطرق متبارك يروع الناس ويخوفها ويقبض شاشتها، هذا محارب، هذا محارب ويقتل أشد القتل وينكل به. والحديث يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا به إحدى ثلاث، وهذا ظاهرته ما يدخل فيه، مع أن بعض العلماء قال أنه عند التفتيش ما فيه واحدة من المسائل، ما تجد تدخل تحت واحدة من الثلاث. لأن هذه الطوائف اللي تحدد النوع هذا تارك، هذا مفارق للجماعة، أنا قام نافذ مدلة يفرقها، هذا ما تلمع الجماعة تو معايا. كذلك قالوا الحديث ينقبض منه فايدة أخرى، ما هي؟ قالوا ينقبض منه علم الدين اللي ما عليه جماعته الخير، عقيدتك لا تقبلها من راجل ولا راجلين ولا خمسة ولا عشرة، لود دينك وقبل الله من ذاك اللي عليه النهج المستقيم وعليه سواد الأمة وأفاضله الخير، بها اللي جعل الله علامة الردة مفارقة الجماعة، ولم يجعل الدين للأفراد وإنما جعله ما يصدر عن الجماع والجماعات. يرتارك لدينه المفارق للجماعة، فكأن الدين علامة الدين المقبول عند الله، لكن اللي عليه الجماعة أهل العلم متوافقين عليه، أهل الحق متوافقين عليه، لكن اللي يشذ فيه فلان ويشذ فيه فلان السكت منه، رواية مختارها العالم الفلاني والله العالم الفلاني اهرب، لكن اللي عليه سواد الأمة من خيرتها صراط الذين أنعمت عليهم الطريق اللي عليها ذوك المنعوم عليهم، لك هو منهج الله السوي، هو للا شيء المولانا داير قدامك لما البشر. وأذكر هنا قصة قطوة، قتل واحد قالوا القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة، واحد من أجلاء الفقهاء ومن أعلم الفقهاء في ذلك الزمن من أكابر التابعين، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وكان مرشعا في الفتوى. جاه واحد وقال له، قال له ما تقول في رجاش صلي ونترى يقرأ الفاتحة يبسمل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سابقه، قال له ما تخسرش. بعد فترة والله يرجع واحد وقال له من درى شو تقول يا القاسم، شو تقول في رجاش صلي ويقرأ الفاتحة ما يبسمل، قال له ما يخسرش. قال له حد ذاك ما يخسرش ولا ما يخسرش يا شنو؟ قال له إن مت وأنت تبسمله
وجدت أمامك مجموعة من الصحابة، دور تلقى مولانا قدامك طائفة من جماعة أهل الخير، ويمكن ما يبسملوا ولا جاءوا المولانا دروحوا قدامهم أحد يمولي من الذين أنعمت عليه، وحد طريقه كاردين هالمقربين ما يخلع. وهذا قالوا انه الدل عليه الفاتحة. طبعا الفاتحة تعرفوه، الحمد لله الحمد مولانا الحمد لله يا ربي العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ما فيها كلمة متكرمة وكلمة خارج كلمة إلا حقت الفاتحة تكرر، صراط صراط واحدة مشدة واحدة خفيفة، اهدنا الصراط المستقيم صراط يا الصراط مرتين للي تروق الصراط شنو ذا لوخر من سبل ونين اللي تحق الصراط ايه شابت لنا كلمتين صراط صراط هو صراط واحد والله عشرة لماذا؟ قالوا اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين ان وسيه الجي الصراط التالية الصراط التالية الماء مشدة، قالوا لان علام الغيوب لا يمور لنا الطريق اللي تسلكنا وتجيب لنا الجنة، ومولانا يعلم انه في واحدين دور تتفرج الامة وكل عالم يجيب مردة ودور يشو المفكرين وشو السياسيين والخلق وكلها يجيب مردة في الدين، قال اولا الصراط المستقيمة معناها الطريق المسقمة ولعل حد يدعاها ويتم كله يقول راعيها راعيها الصغير، قال مولانا رشعت لها الفاتحة ومورتها مارة ما يتخالفوا بيذني، قالوا شنو هذه المارة؟ قال لهم الصراط المستقيم اللي قلت لكم مارتها انها يعود عليها الذين انعمت عليهم تعود الحقت عليها من عند الانبياء جايين، لا الحقتوها كردوها لا وحدين ولا هي الكردتها الناس اخراه رب، قال الصراط المستقيم اللي عين عليها القرآن هي الصراط اللي عليها انعمت عليهم أنعمت عليهم منهما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم منهما النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حد مش معاهم حسن أولئك رفيقا، هاي الرفقة حد مش معاها سالك، فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ معناها أن مورة الصراط الأولى ما هي ممورة حتى جاءت الأخرى إياك تعملها أقطوع عليه عنكم الصراط المسقمة عند مولانا اللي تقول الفاتحة مارتها وقتك عارف انك على واطيات النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده من عباد الله صلى الله عليه وسلم، والله ما فهمت هذا. اذا قاموا العلماء يبطوا في هذا، نرفع المعنى الحديث، جاءوا العلماء وتروا يفصلوا، قالوا من دراية كان الى حر حر، فهم عليه إلى كتر عبد حر كتر عبد من ركان ينكتل الحر عليها الحر كتل عبد من ركان الحر يلا ينكتل، قالوا كثير من العلماء لا العبد إذا قتل الحر لا يقتل، الحر إذا قتل العبد لا يقتل الحر، قالوا ماذا شنه دليله؟ وهذا الحديث قال النفس بالنفس ولا فرق بيناتهم من كل انفس متجادة مع انفس، شنه معنى تفرقوا انتوما وتقولوا ان العبد لا يقتل الحر ما يقتل به أرمهم متجابدين نفوس مخالق كاملة، جمالك وجاء الشافعي وجاء أحمد وجاء الطائفة معاه وقالوا لا يقتل الحر من أجل أنه قتل عبده، قالوا لهم شنه دليلكم؟ قالوا لي المولانا يذكر القصاص، قال كتب عليكم القصاص في القتلى وتلا يشرح العلامات البينات الوقي، قالوا الحر بالحر والعبد بالعبد وظاهرتها ان الحر هو اللي يقتل بالحر والعبد يقتل لا يقتل العبد، اما اذا قتل الحر العبد فلا يقتل لان الله قسم العبادة هذا التقسيم. شفتوا؟ وهذا عليه مالك والشافعي واحمد وقد الحاصم العلماء رجى منهم ابو حنيفة راسه قال لهم يرقيتوا ما يجعل راسه العبد ينين يقتل الحر يقتل الحر الزرو ما بيناتهم سبة، قالوا له شلاه تقول لذا التقسيم اللي قال مولانا الحر بالحر والعبد بالعبد، قال له ما قراوا اللي وراهم اول انثى بنثى، قال لهم كان الانثى بنثى من درا كان الراجل اذا قتل امرأة درا كان هو ينقتل، قالوا له والله الا ينقتل، قال لهم لو عادت الآية على ظاهرة تعود الانثى بنثى معناها ان الراجل اذا دخل ما ينقتل، لا اله الا الله
هذه العلماء ما هم ماحرين في مبراية حامية ولا هم ماحرين في النعناع والنشاء، واحرين في الفكر والتفكير واستنباط معاني التنزيل، ولذلك آتاهم الله بصيرة تهد لها الجبال. بل هم لونها بلونها، ما خسرت عليكم ذي القاعدة الهامتكم لعاد لا يعلى واهرة الحر بالحر والعبد بالعمد، تعود لونها بلونها يتراون طبقوها، يعود الرجل إلى فتن المرأة ما ينكتب بأن ملالش على المرأة مقابل إلا المرأة. وما دمتم قالهم تتفقون معي أن الرجل إذا قتل المرأة يقتل، معناها أن النظام ذا اللي فهمتم أنه يخاسر تنبوا عقابها الأولها، والله جبتونا شي ما يصح. والله ما فهمتوا، لا إله إلا الله. وعندي لكم بعض الآيات، هذا يصلح فيه الزرق، لايك تزرقوا لبي حنيفة تحت من القال واضح. قال الويوة هذا الصلي قال مولانا الحر بالحر والعبد يتقابل العدل للقرآن عندك انها ليش. قال لهم الآية سبب نزولها أن بعض العربي مشركين كانوا بعض قبائل العرب مبلغ، وكانوا يعتبروا أن الراجل إن يقتل الراجل إن يقتل الراجل من يك القبيلة بها اللي تعتبر أنها أكبر من القبائل تقول أنها لا ولدها هي أن يقتل لا بد من يقتلوا راجلي، وأن يقتل نمرة منهم هما يا الله ينقتلوا عليات واحدة، ولاهم قابلين عودوا متجادين مع أرواح الناس أخرى. فنزل القرآن ليقول الروح ما أتخطى الروح الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، ولا فيه فضلية لقبيلة على قبيلة، وبالتالي الفاهمين منها يمنعه السبب، سبب النزول يمنع ذلك. والله يطوى ما يدخلكم أوصى شنه دليلك على الاتقابي. قال لهم دليلي احدى ثلاثين، الثيب الزاني والنفس بالنفس ولم يفرق بين نفس ونفس، ودليل القرآن قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولم يفرق بين نفس ونفس، أصل بعد ما نقابلها من رأس. استدل بحديث البخاري ومسلم اللي عندنا، واستدل بغيره من الآثار، واستدل بعموم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والله أنتم هذا ما تفهمون، عاد كلها يبطوا عند وادلتر، مهم المسألة خلافية مرع. جات مالي مشكلة أخرى، قالوا من دراء الإنسان إلى يقتل وله رجل والعياذ بالله قتل ولده، هل يقتل الوالد بسبب ولده؟ جاء حديث صحيح رواه ابن ماجه وصححه الألباني، حديث صحيح لا يقتل والد بولده، هذا حديث نبتر أن إنسان كتل أبوه ما ينكتل أبوه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الفرع لا يقضي على أصله، يعود ولك هو سبب موتك، إن هذا قاع انقلابه والنصل رقاش ما ينقبل ما نقنركم بين القاضيين يشوف ما يقدر يقضي مناتهم بالعدل احتراما للأصل. قالوا الوارد إن يقتل وله ما يقتل بيبي إلي هذا خطير. كمان لا طرش وضرب وجاء القاضي وقال له طرشني يبا بابا هذا طرشني، ما يقدر القاضي يلحق منه النخلة، يقول له ما دام طرشك طرشه يطرش بوه. والله ما فهمتوه، هذا عليه جمهور العلماء، أكثر العلماء قالوا لا يقتل الوالد بولده، إلا يقتل البو وله خطان ما يقتل به، ولا يثبت بيناتهم القصاص ما يقتل، وكذلك إن عاد جده أصوله ما تقتل به. قال الطائفة أخرى ما أنا يقتل بعد به يا غرب شروط. قالوا العاد اثبت لنا أنه تبارك معاه اللابي صحة النفس اللي هو البو وتكاه ذبح ومتعمل يقتل بعد طبعا معايا. الثيب والزاني والنفس بالنفس، قالوا يلاحظ فيه رواية ان خارجة ان الردة قبل فيها الشريعة التوبة بعض الاحيان، وخارجة حقوق المخالق ما قبل فيها الشريعة التوبة، لحصل فيها التوبة ما هي مقبولة فيه. كيفاش مثلا تارك لا تبتل مولانا من ردة وجدت إسلامك نحكم لك بالإسلام وتخلى، يا غالي لا تبت من الزنا قالك لابد من يفزك الحد، توبتك لا تسقط واحد اكترت لقاه وقلت انك تايب قالك هذا لا يسقط عنك الحد، عندك طريقة واحدة. ولكن مولانا عاطيها لجميع الأمم من عند آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان خالق الله لقاه يقتل لقاه ينكتل، وبعد منين اعطى النبي صلى الله عليه وسلم فتره من الزمن
هو يطبق القتل. ثم جاء جبريل وخبروا ألم ثمن عفي له من أخيه شيء إن حد في الدم وولياء معناها أقرباء الإنسان مقتول إلى أعفاه عند القاتل علن يخد ولا كان قاع في الشريعة المحمدية. وأما قاع الشرائع السماوية السابقة فلا يوجد فيها إلا القصاص. أما الشيء ثاني ما هو فيه دار من خصوصياتها الأمة على ما يراه كثير من المحققين. والله ما فهمته فحارت على أنه لقاه تام من الزنا لما يسقط عن حد فحارت أنه تاب قتل نفسا مؤمنة وتابا قالوا لا هذا لا يسقط عنك الحد. عندك حالة واحدة وهو أنه يعفو عنك أهل الميت إذا قالوا لهم عافين عنه تنعطى لهم الدية وتخلى التماس. وقال أنه من بلاغة القرآن بعد من يشدد خفف وطل صمر يبرد خطرات المكلومي. قال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى من ثمت ليبردهم. قال فمن عفي له من أخيه شيء أخيه قالوا ديران أخيه فهذا الجول يحمى فيه الدم فيه مدكات لواحد إن هذا استعطاف من الرب الرحيم إياك الناس ما تنسى بناتها الرحمة والتسامح. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه إن يا الله ذاك اللي عفى عنهم وقبل وبرد وعاد تارك القصاص يا الله تخلص للدية بطريقة رفيعة وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. علم أن فيكم ضعفا وهذا ما كان في الشريعة سابقا. أما قاع الشرائع السماوية فلا يوجد فيها إلا هذا. تبقى فهمتوها لما أدخلكم قالوا كذلك يورد لا ارتداد والعياذ بالله. قالوا من دركان رقاش يدخل الرد هل يبطل تبطل جميع أعماله وحسناته إلى عاد قط حج إلى بيت الله يصبح مازال يسال فيه حج إلى عاد قط صلى المولانا 60 سنة ودخل الرد والعياذ بالله. قالوا جميع اللي قط صلى المولانا يبطل وجميع اللي قط صدق يبطل وجميع اللي قط الكربيه مولانا يبطل وجميع بروره يبطل وجميع احسانه يبطل. ما عنده عمل كان يلقى به الله الا وصلب عليه يشطب عليه الليحة متحات. هذا عليه مالك مع تفاصيل مالك وطائفة مع اهم العلماء قالوا مجرد الردة يبطل جميع الاعمال الصالحة الا في استثناءات يسيرة. قال الشافعي وطائفة معاه الردة في حد ذاتها ما تبطل العمل اللي يؤدي لك عملك كامل ينشطب ينقلع يصبح ما بتلقك حسنة الا اذا جيت المولانا مازلت تالب وجهك في الردة. اما يتوب المولانا وترجع لدينك يخلى لك اعمالك الصالح. قال مالك اللي معاه دليلنا لين اشركت لا يحبطن عملك وش على مجرد الشرك اللي هو الردة كفر بالله. قال يحبط انه ينحبط العمل ومعنى ينحبط معناها يبطل جميع عمالك والمولانا هم ما قيد بشرط ولا قيد. قال الشافعي وطائفة معاه لا بد من الشرط. قالوا له قال المولانا قال في الردة قال فيموت وهو كافر من يرتدي منكم عن دينه تلب لها شرط وهو فيموت وهو كافر حد. قال فأولئك حبطت أعمالهم فقيد واشترط لإحباط الأعمال أن يموت على ردته. لا إله إلا الله. قال مالك والطائفة اللي معاه يا الشافعي وجماعتك ما فهمتوا ليك فيموت وهو كافر ياك عايد شرط به للا يعقب يقول وراها رواية ما كنا فاطرين لها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأن الخلود لا يكون إلا للكافر وأن هندارة فيموت وهو كافر وأنه مما العين عليه لا إنسان بمجرد الردة. أما الآية اللي فيها الموت على الكفر فإنها اشترطت الموت على الكفر بأن لا يتبني عليها الخلود في النار وانهاي أمر آخر ما هو المناخشين معاه. هل فهمتم هذا يا عباد الله؟ والله ما هو على مستوى. قالوا له علم زيادة هذا القيد والشرط وهو الموت على الكفر وعدم الرجوع عن الردة أنه وسائل من كرفاية بها اللي المترتب عليه الخلود. هم لا يخرى لا قالت لأين أشركت لي أحبطن عملك ولا تكون من الخسر. أنتم معي ولا معكم معي؟ هذه نقطة جابوا العلماء ضروا يخرى ما هي؟ قالوا من درجة سب الله
جل وعلا. نعوذ بالله. أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، قلل من شأنه، عبر عنه عبارة والله اكتب عنه وقال وبسط فيها من أمه. ومولانا يقول جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. تؤمنوا قاع حده، تؤمنوا بالله ورسوله و وتعزروه وتوقروه. حد قال مولانا انه يوقر، وقال انه ما يرتفع الصوت حداه، وقال انه ما يعيط له باسمه. يعني مخلوق يسير قلمه يكتب حول روايه ما تدل على التوقير، والله يقول فيه مقال ما يدل على التوقير بل يدل على السب والشتم. والله قال هفايا من كتاب الله، والله في حق الله. هذا المخلوق مولانا يمور الانسان المشرك يقول الله اكبر، من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، خر معناها طاح من السماء، وحط طاح قاع من فوق كدية ما له يتقرب منه شيء. فكيف إن سقط من السماء وكأن الإيمان سماوي والكفر أرضي، وحد سقط من علياء السماء إلى الأرض معناها أنه مثلا تبقى منه بقية. فكأن ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، لأنه ما عنده من الله عهد ولا ذم. حد سب الله تعالى أو سب رسوله أو قال شيء ما يليق بالقرآن، قالوا العلماء فيه نقاش طويل. أحد منهم قالوا تقبل في كامل التوبة إلى تاب المولانا، نقبل توبته ونخلوه. قالوا واحدين أخرين ما أنا الله، ذي تفصيل تفصيل طويل. ومن أقرب شيء نقرب لكم به، قالوا سب الله ليس كسب رسوله، حد سب مولانا جل وعلا. والمخلوقين يقول شيء مولانا ما يليق، يبقى الكون يتهدد ثم يختار يبطش، يبقي مولانا يعطيه لذن ثم ينتقم من المخلوق اللي يسوء لدب على الملك. هيا قالوا مولانا، قال ان الكافر اللي يقول اتخذ الرحمن ولدا يعلق عليها القرآن يقول لقد جئتم شيئا ادا امرا عظيم. هو ما قال المولانا له ولد سبحانه، يقول لقد جئتم شيئا ادا امرا عظيما كذبا يكاد السماوات يتفطرن منه، النسمة تعود لا يتي شق فوق رصا الوقي، والارض الهامة تتفلق النالة تتفلح ما يحامل يا الصوت اللي نقال على وجهه، وان الجبال تبقى له تدقدق تطيح روسها. ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. ذكر الله تحرك الكون وهيجانه عندما يسمع كلاما يمس من عظمة الخالق سبحانه. وشار شارا هرد انحد مس مس، والله حقر والله قلل من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم تصبح مثل عندك حسنة لأنك أسأت الأدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعيطوا لا تعيطوا بها محمد، قولوا يا رسول الله ويا نبي الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تموا تعيطوا كانوا شخص عاد. ويكفيكم من القرآن 60 حزب ما خارج نبي ولا رسول ما جابوا مولانا معيط له باسمه اللي في كردان ديت. يا غار اللي ترى لا اسم مولانا النبي صلى الله عليه وسلم يجيبوا لا معبر عنه بعباره تدل على التعظيم، ما يقول له يا محمد، قال يقول له يا ايها النبي اتق الله، يا ايها الرسول لا يحزنك. يتعيط له عيط له بالتوقير ولا يناديه مجردا باسمه. واذا كان هذا فعل الخالق المناني على عبد من عباده اصطفاه واجتباه فكيف بحال المكلف المخاطب الضعيف؟ قالوا لين يسب الله تعالى تنفع فيه التوب، ولين يسب رسالة لما ما تنفع فيه التوب. قالوا هذه هندسة، انتم شعرتم حق الرسول يعظم من حق الله؟ قال لهم معاذ الله ما بين ذاك يا غير، احنا عايدين نتفطنوا. قالوا لهم في الشريعة حق الله حق غني
لا تضره ولا تؤثر فيه أقوال الساقطين الحاقدين. والقول في المخلوق لأصل في المخلوق النقص والعجز والقصور، فصار عيبه ولمه يقلل من شأنه. وأما في ذات العلي وكبره تكبيرا فلا يقلل من شأن عظمته. دار الهمان إلا بلا المقام مختلف، فراعينا النصوص وأنذرناها منازلها. تو معايا ولا ماكو معايا؟ قال لهم إذا سب الله تعالى وثبت لنا توبته نقبلها منه، وإذا سب رسوله قال لهم لأن مولانا يسقط حق به اللي غني كريم يا غارني يتعلق الأمر بخاتم الأنبياء بهاللي هو ما تلاقي أحد معانا في الدنيا يعود يسمح له. قال لهم استحضر عن وين ردوا عليكم بها وزاد قطع على الصحابة، خارج الوحدين منافقين وخارج الوحدين كفار وخارج الوحدين قطوا قالوا له كلام ما يليق واعفى عنهم. قال لهم هذه حجة عليكم، عفوه عن حقه هذا ما عنده مشكلة يا غير ما دام قد توفي ما تقعد معنا حتى يسقط حقه ولا أصل الحرمة ولا احترام. احنا ما قدروا يسقط حرمة ولا حق. مولانا قال انه يعفي ويترك ذاك كامل. يا غير بالنسبة للمخلوق حقه يسقط له هو لكل وجهة والإخوان شعروا بأن الوقت قد انتهى. ثم يا غير استفدت وفهمت الشبر معنا قاعد ثالث. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قنبلة نووية، ويرقيت لكم قليل من كثير. هناك نقاط متشعبة ربما قاعد عدم قولانها أشبه لأن المفتدين تشوش عليهم. طيب من الليلة غدا إن شاء الله ليلة الحد والاثنين والثلاثاء هذا أنا لهن استراح. ليلة تعود ليلة الأربعاء القادمة إن شاء الله نرجع إن شاء الله ونتابعه مع الفقه لأن مقرر الفقه ما فتنجبنا عنه شيء وإحنا فاصلين في ليتفقهوا في الدين. يا غير نديروا معها ولن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليلة إن شاء الله الأربعاء القادمة نهيم فرفرس من مقدم تسهر المسالك. كان مولانا يسلك يسهر لنا المسالك لسمعتوه إن شاء الله تعالى. ليلة الأربعاء نطرحوا الأسئلة والله ذاك باطل ما ينعدل إن شاء الله. إن شاء الله الله يعين إن شاء الله ويوفق وأنه ما يخيب لنا أمل في خير مع عافية وسلام. ولكم إذا ما هلختم بالدعاء يا أخي اللي فهمتوا يا كنا نقولوا تفهموا كاملين. لله الحمد وله المنة. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائي، سألك اللهم بجميع صفاتي، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا أنبر إلا عثرته، وتجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا أنبر إلا عثرته، اللهم لا تترك لنا أنبر إلا عثرته، اللهم لا تترك لنا أنبر إلا عثرته، ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرائي. اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته، اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته عاجلا غرائي، ولا عيبا إلا سترته. يا ربي لا ترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة. يا ربي لا ترك لنا عيبا إلا سترته. يا ربي لا ترك لنا مرضا إلا شفيته. يا ربي لا تترك لنا مرضا إلا شفيته. يا ربي لا تترك لنا مرضا إلا شفيته. يا ربي لا تترك مكروها من جميع المكاره أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه وأمتنا دائما وأبدا. اللهم لا ترك مكروها من جميع المكاره أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه وأمتنا دائما أبدا. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة دائما أبدا. اللهم اجعل دعانا لا يورد. 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 اللهم اجعل سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. حق إيماننا بك وثبت. اللهم حق إيماننا بك وثبت. اللهم حق إيماننا بك وثبت. اللهم خلص أعمالنا وأقوالنا وتصرفاتنا من الرياء والعشب والشقاق والنفاق ومن كل ما لا يليق بك إنك سميع مجيب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا اللهم شر ما قضيت. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام والإيمان والإحسان، ومن أمته منا فلقيه الروح والريحان والرضوان وجنة النعيم.
اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام.